السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين. أرحب بكم إخواني المدربين، أصدقائي وزملائي العمل. أولا بشكر طبعا الاتحاد العربي لإعطائي هذه الفرصة إن أنا ألتقي بكم. الحقيقة إن مثل هذه المحادثات اللي بيننا بتعمل ريفريش لكل واحد فينا، وبنستفيد أكيد كلنا من بعض، بنستفيد كل واحد عنده فلسفاته وقراءاته والرولز بتاعته. فأكيد إن مثل هذه اللقاءات بتثرينا جميعا بإن إحنا كلنا نزيد في الباسكت بفضل الله. هي موضوع النهاردة هو إزاي تطور أو تخلي الأوفنس بتاعك مور إفكتيف، أو تو ميك يور أوفنس مور إفكتيف. أنا في رأيي إن الأوفنس ليس مش موضوع إن هو أنت بتحفظ فرقتك أي نوع من أنواع الأوفنس، الموشن باترن ويك هيترز. الأوفنس رأيي بعد ما بنخلص الأربع ثواني الأولانيين في الإير أوفنس دايما ليه 5 محاور مهمة جدا. ال5 محاور دول أنا بحطهم في بناء الأوفنس بتاعي. 5 محاور هم تقريبا 60% من الأوفنس بيبقى فيه أون بول سكرين، و40% التانيين بيبقوا مشمول فيهم الدريبل هاند أوف، مشمول فيهم الأوف بول سكرين، مشمول فيهم الدريبل درايف، مشمول فيهم الفيدنج أند سيرف. ال5 محاور دول حاجة مهمة جدا 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 إنك تعمل لهم بيلدينج خلال فترات إعدادك. بمعنى إن إحنا لو حبينا نقول إن إحنا بنشتغل بلايز في أون بول سكرين كتير، مش هتجهز للفرقة اللي أنت بتلعبها قبلها في نفس الأسبوع أو قبلها بيومين، لا أنت مجهز من فترات الإعداد بني الأوفنس بتاعك. بمعنى ان انت لازم ورك هارد جدا على هذه المحاور الخمسه من بدايات الاوفنس بتاعك، من بدايات فتره الاعداد بتاعك. ف خلال هذه الاسابيع انت بتشتغل على هذه المحاور. التوبيك بتاع النهارده هو في الاون بول سكرين، how to attack in on ball screen بس او against different different defense. بنقدر نقول ان في مجموعة معلش انا بس ايه في مجموعة كونسبت، جنرال كونسبت بسميها مهمة جدا 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 قبل ما تبدأ في هذا في امبروف استخدام الاون بول سكرين. أول حاجة التايب اوف بول سكرين، أكيد إن الستاتيك بول سكرين غير الدايناميك. أكيد الدايناميك بيدي تايمينج اصعب على الديفنس، بيصعب المأمورية على الديفنس، بيدي لك سيبريشن احسن، بيدي لك بيصعب ديسترويد ذا تايم بالنسبه للديفنس. فده رولز مهم جدا، انت لازم البليز بتاعك او البنى بتاعك ان هو في من الاستاتيك، ان انت لعيب في ايده كوره وبيجيب البول سكرين. الديناميك ان اللعيب بيتحرك وياخد الكوره في وقت ان جاي له البول سكرين. زي مثلا الموف من الزبر موف من افتر هاند اوف افتر. هنيجي في كونسيبت مهم جدا جدا اللي هو مين اللي ياخد البول سكرين؟ هوز جاي كان جيت ذا بول سكرين. لازم احنا لازم يبقى فرقتك
لعيب او اثنين او ثلاثه بالكثير يقدروا ياخدوا الجولز. لو عندك اكتر طبعا حاجه كويسه، بس انا في معتقدي ان احنا لازم نفرق الجريد بلاير. الجريد بلاير ده بيقدر يشوف 4 لعيبه. الجريد بلاير كان جيت جود ديزيشن، جود بلاير كان جيت 3. ما اقدرش ادي لعيب عنده ديزيشن باد دايما وشه في الارض، ما بيعرفش يستخدم السكرين كويس، وانا اديله البول سكرين. فده كونسيبت مهم، كونسيبت مهم جدا جدا جدا. هنيجي نشوف الرولز بتاعت الجارد. لازم الجارد اللي احنا قلنا عليه الجريد ده، لازم اكيد ان هو بيقدر يعمل سيبريشن هو في الكوره، سواء سيبريشن وزاوت دريبل او سيبريشن ويز دريبل. لازم الجارد يكون الكلام ده كله، ده انت بتبنيه من فترات الاعداد، فبيظهر لك لعيبه يعني ان دول هم دول الجريت او دول اللي انت هتديهم السكرين بول. انه بيعرف ياخد السكرين بول شولدر ان شولدر، هيبس ان هيبس، الكنترول تريبل، السترونج تريبل، كل ده مهم جدا جدا. لعيب بيعرف يبص كويس، لازم اللعيب اللي بياخد سكرين بول بيعرف يبص كويس. ولازم نبقى عارفين ان الامبورتنت باس الباسز في السكرين بول، التو امبورتنت باس في السكرين بول، البوكيت باس والسكيب باس باي وان هاند. دول حاجه، ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا بالنسبه للجارد. بالنسبه للبيج نفس الكلام، البيج لازم يكون بيقدر يعمل جود سيبريشن. خلي بالك ان دي الديتيلز او السمول ديتيلز اللي لازم اللعيب يكون عارفها، وان ويزاوت سمول ديتيلز او السمول ديتيلز ميك ا بيج ديفرنت. ده اهم جزء في الباسكت بول. الحاجه الثانيه السكرين انجل، لازم السكرين انجل تبقى انت بتعلمه مظبوط، وده برضه من بدايه فترات الاعداد. بالنسبه للبيج هنيجي في الرولينج. الرولينج طبعا ده حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للبيج، وانا بقسم الرول بعد البيك لنوعين رأيي، يعني في شورت رول وفي الديب رول، وكل نوع من انواع الديفنس ليها زي ما هنشوف بعد كده ان انت اللعيب لازم يختار دي ولا دي. هنيجي في بالنسبه لي مثلا البيج مان ريد. البيج مان ريد لازم يكون البيج مان بتاعك برضه بيقدر ريد، مش بيريد هول هاندلر اونلي، لا هو هي هاز تو ريد الجاب. يعني في لعيبه كتير جدا في بعد البيج بيبقى الجاب فاضي، فهو يقدر ياخد الكرة في البوكيت، ولكن انه بيروح يعمل ديب رول ده باد ريدنج. فهو المفروض ان هو يعمل ديكريز للسبيد بتاعه وياخد الكرة في البوكيت، والعكس ممكن يبقى البوكيت مقفول او البيج مان مثلا سيف الكونتين قابل بدري، فيقدر ياخد اللوب باس. من ضمن الكونسبت او الرولز ان انا هقول لك لكل حاجه من وجهه نظري. سي في الاومبل سكرين لو الديفنس على السايد، فالديفنس بيلعبك ايس، فانت عندك خمس ست حلول، مش عارف الكونتين في حلول كتير، في كل حاجه فيها حلول كتير، الار دي ايج، الدبل، السويتش. اي ثينك يو هاف تو سيلكت تو اور ثري اند تيتش. اكيد اكيد ان انت بتختار في الاول ان انت بتشتغل الكلام ده بتريلز، يعني ليتر نمبر 7 3 4 4 this is for for teaching. هنيجي بعد كده اكيد هنبدا نتكلم في هذه الانواع. How to attack eyes defense. الحقيقة يعني لو انت بتدي العاب لعبه فيها السكرين على السايد كتير قوي، اللعبه بيحصل لها عطل تتعطل. ليه؟ لانك انت مش محفظ فرقتك از تيم سكيلز ازاي يتعامل مع هذا الموقف، فبالتالي
الاوفنس بتاعك ما فيهوش ما بيبقاش فيكتيف مود. هو افنس ممكن يبقى افنس جريد، افنس هايل، ولكن اللعيبه ما بتقدرش تستخدمه كويس نتيجه ان هو مش قادر يضرب هذا النوع من انواع الديفنس اللي هو بيقولوا عليه ايز، او ناس كتير قوي بيقولوا عليه سايد. فطبعا انا هذه هي الحلول انا بكلمك فيها. الحقيقه بعد يعني كل حاجه ليها الى حد كبير في الفيديو بتاعها، فيديو بديهات مختصره، وبعدين بنبدا، او لو فيديو مش كافي فانا بحطه على، ممكن اقدر ارسم على البورد. اول حل في الايز، اول حل في الايز بفضل الله، ان انا عايز يبقى دايما الجارد بيعمل اي كونتاكت مع البيج. اوكي انا عايز اجيب بس الفيديو عشان تبقى باينه. بيبص الكرة للبيج عايز، بسم الله الرحمن الرحيم، بس تو بيج اند دو باك دور. لما بنشوف الفيديو ده، هنا انا بتكلم على الانجل المفروض في اتجاه الكورة بتاع السايد الكورة بتاع الاسرائيل او الكورة بتاع السايد، فده اول حل. اول حل طبعا الديفنس دايما الديفنس عكس الديفنس، انا انت الديفندر بتاعك مش يوقف بالسايد لاين، الفور ارم بتاعه على وسطك، فانت بتبقى اصلا ثابت، فانت تقدر او تعمل الباسنج ده وتقفل الباب دور. لما لقيت مره كتير على الموضوع ده بتجيلي من لو طلعت ده دريل على صفر 2 0، بعد كده بنطوره لما اللعيب بيشتغل تكنيك مشغول بيبدا يبقى بيشتغل 2 0. طبعا لاحظ انت واللعيب انت بتشتغل علم الكلام ده، فهو عايز يروح بدري يعمل بط عشان يستلم بدري، خد بالك لازم يديه السكرين، لازم يقف يعمل السكرين الاول، خد بالك لغايه لما ياخد الاشاره بتاعت الاي كونتاكت من مع بينه وبين الجارد. هنيجي للحل الثاني. الحل الثاني نفس الكلام، نفس الاي كونتاكت، بتبصيها للبيج، خد بالك الخطوه اللي ورا سمول فيك، وبتاخد منه هاند اوف شولدر شولدر، هينز هيبس هيبس، بتحاول تهاجم الهاند اوف، واكيد لو حصل ان الديفنس هاجم الهاند اوف من تحت اندر، فاكيد احنا بنعمل ري سكرين بالرجل الداخليه. لاحظ حاجة عايز أوقف هنا، دخلنا مثلا في الهندسة، لو أنت بصيت هتلاقي إن إحنا
الخمس محاور قلت لك عليهم فيهم الهاند اوف، فانت لازم يبقى من ضمن حلول الهاند اوف ان لو اللعيب عدى من تحت من الاندر يبقى انت بتعمل ريسك. ده احد حلول الهاند اوف الستة سبعة اللي احنا ممكن نتكلم فيهم في محور تاني خالص من محاور الميكي اوفنسيف افكت. فده الحل تاني. الدريل منتهى ايزي جدا 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 على فكره. انا بفضل ان دايما الدريلز يبقى سهل ايزي جدا. اهم حاجه الدريل انت تفصله على اللي انت عايز تعمله. الحاجه الثانيه when you practice for offense don't forget defense. لذلك انت لازم تصر مع فريقك على ان انت تعمل الكلام ده بديفنس. ممكن في الاول ما تقص قوي على الهارد ديفنس، انما جوه التمرين او جوه خلال الاسابيع انت بتبدا يبقى الديفنس لازم يبقى هارد، يبقى هارد زي لايكس جيم، علشان يبقى انت فعلا عشان الاوفنس بتاعك يتقدم لازم يبقى فيه دونت فورجيت ذا سيم رولز ان ديفنس. فده الباص تو بيج اند هاند اوف. هنيجي في الحل الثالث ان بنفس المبدا اي كونتاكت، وانت بتدي الكوره الباص للبيج مان بتاعك. بيج مان بيعمل ريفرس البول للنظر سبوت او نيرس سبوت اللي هي في السلوت اللي بيعمل لك سكرين. اوكي، ده حل من الحلول الجيده جدا. طبعا تقدر تعمله داون سكرين او سكرين برضه، ده نفس التريلز خالص. طبعا ده بيبقى يعني مثلا انا لو انا اخترت التريل ده في بدايه الاهداف خالص، يعني في بدايه البيلد. اوكي، بعد كده بيتطور زي ما قلنا بيبقى 2 2 ان 3 4 4، لانك انت بعد كده هنلاقي ان احنا ممكن نستخدم ويك سايد في نير سكرين وهامر سكرين والكلام من ده. ده بيدي لك فرص ان انت تتعامل مع كل نوع من انواع الديفنس اللي هو بيقابلك وانت بتعمل وانت بتاخد البولش في الايس. نقدر نروح للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة انك انت لو حسيت ان في عندك جود سيبريشن، يعني البيج مان البيج مان بتاع اللي انت هتهاجمك ساقط زياده شويه، او عندك فرصه ان انت تعمل ليه اتاك. فده سيتويشن من اصفر يلو ده مع بوردو. This is his defense. عامل معاه كونتاكت فورس هيم تو ذا سايد لاين. الراجل نمرة خمسة رايح يعمل له سكرين بول، الديفنس اختار ايز، زيز جاي كان اتاك زيز بيج تو ذا باسكت. هنا البوكت بيبقى فاضي تقدر تديها هنا. يقدر يديله الباسكت اتاك علشان عندي فرصة ان انا اباص الكرة في البوكت، ودي من اهم الباصات.
عندي فرصة تانية كبيرة جدا إن أنا هنا دو something like hammer screen بحيث إن أنا أعدي الكورة دي في السكيب هنا. ده الحل، الحل بقى. هنيجي في الحل الخامس، معلش ده ما فيهوش، كانش في الفيديو الرابع، فعشان كده أنا بس يعني أنا حبيت أوضحه على على البورد. الحل الخامس نفس البول هاندلر، البول هاندلر ما عندوش يعني الايز كان كلوز قوي. لازم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا، دول من ضمن الديتيلز، الديتيلز انك انت السيبريشن في الايز، لازم يبقى فيه ريتريد. لما بص هنا لو انت تلاحظ هنا هتلاقي ان انا ان خليه كلوز، انا بصلح له بس الانجل اللي المفروض شولدر من شولدر از ديفنس يعني. مهم، فهنا زيز جاي او انا دلوقتي انا اللي هشتغل لازم اعمل ريتريت دريبل عشان اوسع الجاب ده. اوكي، هنا اللعيب البيج الشريف ده اصلا المفروض بيعمل الانجل بتاع الانجل ده غلط. هنا تشينج الانجل، وانا بعمل سناك موف او سناك دريبل وهو بيجي معايا وهو بيروح عكسي. شوف ازاي كده كويس، وايه غير الانجل ده راح بدري عن الانجل، فيري باد، فيري باد. ها الاول اقف وقف، هو هنا يمكن بالديفنس ماتش بيقول يعني لازم يقف الاول، هيقف الاول المفروض مش عارف وقف غير الانجل هو بيرجع. اوكي سناك نوت باد، نوت باد، نوت باد. ف انت الاشاره السيجنال بتاع السناك موف ده هو السيجنال الاول، انت ما عندكش سبيشن فورتير. لو انت بتعمل ريتريت دريبل التيم ميت بتاعك البيج مان بيروح مغير الانجل بتاع السكرين، خد بالك بيعمل السكرين بظهره. اوكي بعد ما انت بتعمل السناك ده او الكروس اوفر موف ده من اندر ركبك هو بيروح عكسك، وده موف مهم جدا جدا جدا، ومش اي لعيب بيقدر يعني عنده المهاره اللي يعمله. عشان كده بنقول دايما يو هاف تو سيلكت، يعني اللاعبين اللي ياخدوا الدور ان هو ياخد السكرين بول ياخد الديسيجن، والباقيين بيبقوا لعيبه واقفه على شوطتهم او على كاتنج او تو دو سمثينج هيلب التيم. هنا بيبقى احنا مثلا اديت خمس حلول، سوري طبعا في الكلمه مش اديت كل حاجه، احنا كلنا يعني قد نكون عارفين كل الكلام ده اكيد يعني، بس ده الديتيلز فيه هي الاهم. عند خمس حلول او عندنا خمس حلول، يو هاف تو سيلكت تو اور ثري، او انت لما بتدي في عندك وقت في الفترات الاعداد فانت بتبني الكلام دوت بكل لعيب بيقدر ياخد من الثلاثه اربعه اللي انت مختارهم ياخدوا السكرين البول سكرين الاون بول سكرين. ابص تلاقيه هو بيعرف يعمل دي كويس، فتلاقيه بيعرف بي 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 بيعملها او بيتطور في ادائها، وبالتالي بيلعب كويس على الايز والتيم كله بيزداد. بنقول عليه الكلام ده تيم سكيلز، تيم سكيلز. بندي اهميه جامده جدا جدا في البلاننج بروجرام بتاع السنه كلها. وبنيجي بقى في البريبيرنج للجيم من خلال الفيديو ومن ومن ومن، فاحنا عارفين ان سي مثلا انا بلعب الجزيره، في الجزيره سي بيلعب في السايد ايس، بيلعب في الهاي كونتين بيلعب، فانا بجهز فرقتي على الكلام اللي انا اصلا مديهولهم قبل كده، لان انا بعمل بعلمه بعمل مينتيننس خلال البروجرام. وبيفور ذا جيم البريبيرنج للجيم اركز عليه بديله يعني وقت خلال التمرين الجيم اللي قبل الجيم. هنيجي بعد كده هاو تو اتاك الكونتين.
او تؤداك ال كوتين ديفنس قبل دي تقريبا. طبعا زي ما احنا ما قلنا دايما، قلنا في موضوع الجارد اللي انت بتديله لازم ياخد السكرين، لازم يحاول to do separation for himself before ما ياخد السكرين، علشان يقدر يخبط مانو في السكرين ويستفيد من السكرين. لازم يروح هو رايح شولدر تو هيب، دي حاجه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. لازم من الحاجات الديتيلز المهمه جدا جدا للجارد بالنسبه للكونتين الانسايد ليج، الليج اللي هي قريبه جدا من الليج القريبه من السكرين، لازم اللعيب يحطها هو، فبيجيب اللعيب الثاني اللي هو بيحاول يفايت عشان يخرج من السكرين او يبقى فولو، يبقى في يبقى في ظهره. لازم ان ال ان ال رايت تو اتاك الاوف سكرين، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. في رولز مهمه جدا جدا في الاون بول سكرين، يعني بيقولوا عليه، بيقولوا عليه من زمان، يعني اللي هو ذا بيست سكرين از نو سكرين ريجكت، ده اللي هو انت بتهاجم الاوف الاوف السايد اللي هو ما فيهوش سكرين، ده بيبقى كأنه واحد على اثنين، وده بيخلق لك سيبريشن كويس. لو ما خلقلكش، لو ما خلقش سيبريشن فهو بيدي لك ايزي اوبن شوت او ايزي درايف. نفس الكلام والديتيلز بالنسبه للبيج مان. البيج مان لازم يجي في سبرنت، لازم بيحاول يفيك مانو، يحاول بعد الفيك الصغير ده او السمول فيك بيعمل سيبريشن. خلي بالك ان الاوفنس عكس الديفنس تماما، الديفنس احنا بنقول اول رولز في الديفنس بالنسبه للبيج نو سيبريشن، نو سيبريشن دايما تاتش يور مان، مثلا هتلعب كونتين توب تاتش، هتلعب كونتين في توب متوسط توب ديب، انما لازم يبقى في الاول تعمل نو سيبريشن كوميونيكيشن. طبعا مش هنتكلم في الديفنس دلوقتي، ولكن هو الاوفنس عكس الديفنس ما نقدرش نختلف، يعني لازم ما ننساهوش. لازم البيج يبقى بيسجل طبعا زي ما قلنا الانجل بتاع السكرين، لازم السكرين وايد اند لو. لازم البيج بيج لازم في الكونتين قط تو ذا ريم، يعني هنا بيقطع، ولازم بيقطع في ليتل بيت كيرف. ليه؟ لان في الكونتين بيبقى لو الجارد جود جارد الموضوع بيبقى 2 على 1، البيج مان بيبقى ديفندر وظيفته نو ليل، فهو بيبقى تقريبا بيدافع على 2 لعيبه. فالبيج هنا مهم جدا جدا ان هو كان ريد بيج اوفنس، كان ريد لو البيج راجع زياده او ما قراش الدليبر راح بالعرض، راح معاه بالعرض، تلاقي البوكت فاضي. لو البيج قابل بدري، ودي مش وظيفته انه يقابل بدري، لازم يقابل جوه البنت، بيبقى اللوب باس او الباسكت بول باس اتس ايزي. فهنا يبقى الحل الاولاني اللي هو جارد اتاك اند تيك ذا ديسيشن، ميبي جيت ميد شوت، ميبي ديفنس البيج مان، فبيقدر يوصل للباسكت. طبعا البوكيت باس بيحطها في البوكيت باس او بيوديها ل ال بيهايند اللي هو الباسكت بول باس. الحل الثاني، الحل الثاني اللي هو طبعا الباب اوت. لو انت ده طبعا حل موجود، ولكن بتختاره لما بيكون عندك بيج مان عنده شوطه. لو عندك بيج مان عنده شوطه، ف اثناء ما الراجل بيدخل
ده هو بيعمل باب اوت، مره بياخد شوط، وده حل كويس، ولكن بيشترط ان انت البيج مان بتاعك يكون عنده شوط. نيجي لاحظ ان احنا هنا، معلش هرجعها دي تاني، ان احنا هنا ده دايناميك اون بول سكرين، يختلف كتير جدا 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 في تايمنج سيبريشن، ويبقى اصعب بالنسبه للديفنس. الحاجه الثالثه من ضمن الحلول، الحل الثالث اليوز سكرين باك او الفير سكرين. الفير سكرين از فيري امبورتنت دلوقتي في الباسكت بول، وهو انك انت رايح تعمل سكرين بيج وانت عارف ان هو قريت ان هو بيلعب كونتين، وفي الاستاتستيك بتاعك ان الفرقه دي بتلعب كونتين، بيبقى الخمسايه صائد اكيد علشان الكونتين يحاول بينتيننج النوليه والباسكت، فبيسقط. فالبيج جاي بدل ما بيروح يعمل رولينج على الحلقه، بيروح يعمل سكرين اوت. ودي طبعا حاجه بتستخدمها انت كتير جدا، لو انت بتحط شوتر ورا السكرين بول، لو انت عندك البيج جاي مش لعيب عنده جود فينش، ما عندوش جود فينش، فانت بتستخدمه كتير، بتستخدم دي كتير جوه جوه البول سكرين اجينست الكونتين. ده الحل الثالث، حل مهم جدا جدا، بستخدمه كتير صراحة. نيجي ليه؟ أكيد في يعني ما أعتقدش إنه يعني في الهاي ليفل والديفنس يعني بيستخدم كتير، ولكنه إن اللعيب راح أندر، طالما راح أندر فهو ريسكري، سواء في زي ما قلنا قبل كده في الهاند اوف او ريسكري، ولكن في الريسكري، في الريسكري يو هاف تو كونسنتريت اباوت ذا سمول ديتيلز. في الريسكري لازم اللعيب يلف على رجله القريبه من الباسكت، البيج مان لما بيجي يعمل سكرين يلف على رجله القريبه من الباسكت، لان هو اكنه بيقرب اكتر. يمكن انا بقول دي هو هنا كمان خلي بالك، ده من ضمن الكونسيبت قلنا في البيك، هو لازم يقرا، لازم يقرا، انت وانت لازم تقرا، ما ينفعش يبقى الراجل عدى من تحت وانت بتقطع. نوت باد، نوت باد، ده لو عدى اندر يبقى لازم ريسك. هنيجي للحاله الحاله الخامسه في الكونتين. دلوقتي في المودرن باسكت بول دلوقتي بنلعب حاجه اسمها ويك، او بنشوف كتير قوي مدربين سينا، يعني مدربين كتير بتقول ان انت ممكن قوي فورس اللعيب لو راسه، فورس اللعيب على الويك هاند. اوكي، دي بالظبط كده بتبقى اكنك بدل ما الايس في السايد، هي انا في رايي هي بالظبط كده في الويك، الفورس هيم فور هيز ويك هاند. انا بحب دي ان هو اتاك الاول، يعمل سيبريشن ريتريتر يعمل اللي ورا، زي بالظبط السناك، هي زي السناك موف اللي هي في الايس اللي انا شرحتها او اللي احنا شفناها. يو كان يوز ذيس، اتس فيري امبورتنت. طبعا انا كل حاجه بدي لك في يعني او بنتكلم في خمس حاجات انت ممكن جوه في بدايه فترات اعدادك وانت بتيتشنج او بتعمل امبروف، بتبدا تفلتر، تلاقي فرقتك بتستخدم حاجتين او ثلاثه منهم، ويتش از انف، حاجتين نجدهم احسن من نقعد نرد في خمسه ما بنجدهمش. وطبعا خلي بالك ان في لعيبه يعني تجيد حاجات وما تجيدش حاجات، ف طالما لعيب عندك دي فخليها حتى لو هي من اربعه،
هو ده بيعملها كويس مثلا في التراب، لعيب بيقدر يعمل سبليت التراب، يقدر يعدي من الاثنين، فدي حاجه كويسه، مش اي لعيب بيعملها. في لعيب بيعرف يعمل سناب، وفي لعيب تاني ما بيعرفش يعمل سناب. فتقدر تاخد حاجتين ثلاثه وتسيب حريه للعيبه اذا كانت اللعيبه يعني امكانياتها ما يناسب امكانيات لعيبتك. خش في الموضوع في النوع الديفنسي الثالث، هو السويتش. السويتش دلوقتي بقى مودرن جدا في الباسكت بول، وليه رولز كبير جدا في الديفنس، محترم جدا جدا جدا. ودلوقتي بالذات بقى في سكرام بخارج ورا السويتشات، و هاو تو ميك ا دبل، يعني فالسويتش بقى افكتيف مور. زمان كنا بنقول سويتش وخلاص، انما دلوقتي لا، انا بشوف ان السويتش ديفنس از فيري فيري افكتيف ديفنس، بط ويز سمول ديتيلز ويز شارب رولز، لانه اصعب في ادائه بكتير، وليس هو الاسهل، وكمان نوت ايزي على الاوفنس، نوت ايزي، لازم تبقى متمرن عليه كويس. طبعا من اول الحلول في رايانا في السويتش اللي هو جيت اواي ذا 3 بوينت شوت وايل زي ار سويتشينج، سبيشال اف ذير ار سيبريشن، لان كتير جدا الفرق بتعمل سويتش بدون رولز، ما بيبقاش السويتش اون تاتش، بس سويتش هاندز تو هاندز، ما بيبقى. فلو عندك لعيب كويس عنده لوج رينج 3 بوينت، فبياخد الشوطه، بياخد الشوطه بدري، بياخد الشوطه بدري، وبيعمل هايد كده، كانه بيستخبى في كتف سكرين قبل ما يحصل السويتش. طبعا ده استغلال لعدم ان السويتش مش معمول كويس. الحل الثاني ده حل برضه من الحلول المودرن والمفيده جدا جدا، اللي هو الجوست سكرين. انا هنا في السويتش، ايه والله لا الفيديو للاسف. وانت بتشتغل بقى وانت بتمرن على الجوست سكرين، دايما اللاعب العربي بيستنصح، فبص ليه، هو عارف ان في جوست سكرين، فهو مش هياخد اوبن شوت، انما يعني جوه الماتشات بتاخد منها كتير جدا، بتاخد منها كتير. هنا يمكن انا اعمل برضه نفس الكلام، خمسه جايبه اربعه علشان اعطله، تمام. الفرقه دي بتعمل سويتش من 1 ل 4، ده المفروض ان الاربعه فدي، ولكن هم عشان عارفين ان احنا هنلعب بوست، فكذا يمكن دي واحده كده من الماتش كانت معموله للسلعاوي، لان السلعاوي عنده دخل شمال كويسه، فبياخد منها وبين لير. هو طبعا لو كان عنده شوطه، كان عنده شوطه عاليه، كان خد الشوطه كمان مور اوبن شوت. فالجوست سكرين از فيري امبورتنت اجينست سويتش. نمرة ثلاثة طبعا السليبنج سكرين. السليبنج سكرين ده اتس فيري امبورتنت، خلي بالك بيختلف شوية السليبنج عن الجوست، هو قريب منه، ولكن انت في السليبنج انت بتروح لجوه، ان انت بتفايق، انت رايح تعمل سكرين، ليه رولز، ليه رولز انك انت بتبص من فوق كتفك، ان الناس راح تعمل سويتش او راح تعمل ترابس او تعمل هارد هيج، بيستخدم في كل الحاجات دي، ان البيج بيفضل يعني هو راح اهو، شاف من فوق كتفه، خد عمل اكسترا باص لان كان خد في الشورت ما خدش في الجيم. وده من ضمن الرولز اللي انا بحبها جدا، انك انت لو البيك بتاع خلف شورت رول، يبقى لوكينج فور اكسترا باس ان اور اوت. الحل الرابع، وده حل برضو من الحلول الموضوع في الباسكت بول، وهو الهيت باك او البومرين. هنا سويتش متاخر مع البيك، لا هنا هو استخدم الميس ماتش هنا.
وده حاجه كويسه. هنا بنستخدم الميس ماتش اوت. انا عايز، انا بتكلم هنا عن الميس ماتش اوت، الكوره رجعت له، الكوره رجعت له، فبيحاول اتاك الراجل ده، بس هنا يوزن الفيجر سكرين، وده احد الحلول الثانيه. الفيديو ده مش بتاع ده. كمان يو يوز فلير سكرين وير اللي انا بقوله هنا. هنا حصل الميس ماتش مع البيج. بص الفلير سكرين ده هنا بيعمل كيل او بيقتل الكولابس بتاع اللي هو السبورت على السبورت اللي على ده. لما بدي الكوره هنا، يعني بص لما برجع الكوره بياخد ال سمول سيبريشن اكبر، بيبقى لسه مع التريبل اللي عليه ضغط بيقدر يفوت، فالكره بترجع. لما الكره بترجع له يعني افضل كتير ما يهاجم وهو بالتريبل. اوكي. فشوف هنا حصل الفلير سكرين ده بيعمل كيل او بيقتل السبورت اللي بيتعمل للبيج مان يوزنج مش ماش تو كيل ديفنس هوك اد ذا اتش هيت باك. الجود ديفنس من البيج كان بيحاول يعمل ديناي، بس الفلير سكرين از اوبن، الفلير سكرين از اوبن، الراجل كان ممكن ياخد شوط اوبن. اوكي. كلير سكرين اند سيل. اوكي. يعني من هيد باك كلير سكرين اوبن شوت فيلينج انسايد. اوكي. اوكي. هنا السيلينج سكرين از فيري امبورتنت، الهيت باك از فيري امبورتنت. افتر الهيت باك انت في سبورت، ففي الملعب كولابس مور، في سبورتنج للبيج اجين 1 اجينست 5، فبيحصل فلير كين بينجح. من ضمن الحاجات المهمة أعتقد مش محتاجة فيديو، يعني إن أنت ما فيهاش فيديو، إن أنت بتعمل سند. لو فرضنا إن هنا اتنين أصفر فينس مع اتنين، وهنا الخمسة، وبيعملوا سكرين بول، فاتنين خد خمسة، خمسة خد اتنين. اوكي. وهنا خمسة خد اتنين، وده خمسة بينزل بالراجل. انا بعمل سند للكورة في جنب اللي انا رايح له، فطبعا بيبقى هنا الميس ماتش ان الكورة، يعني ده السهل جدا، ان انت يعني حل سهل جدا، بتعمل سند الكورة مثلا بيجي هنا عشان تقليل الهيد، فالكورة بتروح، فبيبقى فيه هنا ميس ماتش ان، او لو في باد ديفنس اصلا فبتقدر تاخدها من هنا، بس ده طبعا صعب جدا، ده على طول باد ديفنس لان الانجل مش كويس. هو الاحسن سند الكوره في الجنب واستغل الميس ماتش انسايد. اوكي. فهنا يمكن ده يعني حوالي 6 حلول، وفي كمان ممكن يعني اجينست الكولابس مور ده علشان السبورت الميس ماتش ان، فتقدر تحط حل سابع كمان عندك اللي هو هنا في سويتش، فالسكيب باص، لان الناس بتبقى كولابس مور هنا سكيب باص. اوكي. وايه اتاك لونج كلوز اوت، حل سابع طبعا. تاني بكرر، احنا بنقول معظم الحلول اللي في خاطري انا، او من خلال قراءاتي انا، او من خلال اللي احنا اتعلمناه من اساتذتنا وكده. انما احنا في النهايه انت مش مطالب ان انت
ممكن تعلم برضه في بداية وتعلم حاجات كتير، انما في النهاية انت بتفلتر الحاجات دي اللي فرقتك بتجيله، بتعمل عليه ستريس ومينتنس. فهنا يعني خلصنا كده هاو تو اتاك ذا سويتش. طيب ندخل في رابع حاجة، إن فرقة بتلعبك هارد هيدج وبتلعبك دبل. أنا عايز يعني الهارد هيدج والدبل قريبين يعني من بعض صراحة، فلذلك فيهم حاجات كتيرة جدا، فيهم حاجات كتيرة جدا مشتركة. فطبعا الهارد هيدج بيبقى صعب جدا في الباك أوت خصوصا مع الشويطة، لعيب الشريط بالذات الاربعات لما بيحصل هارد هيتش، لازم الهارد هيتش بسموبيلتيز عاليه جدا جدا، اللعيب بيروح بعيد ويعيون الباسكت من الكره، من الكره عامل ديناي بحيث ان الكره تروح بالونه او انما من الحلول المهمه جدا الباب اوت كده. والله كنا عامل لها تقريبا، مش معمل ده، معمل في فيديو هو بس ليه مش كويس كده، انا كاتب له فيديو. بس برضه افتر تو جيت اوبن شوت سوبر امبورتنت طبعا. الحل الثاني في الهارد هيتش التشينج انجل بتاع السكرين، ان الخمسايه الاربعه بيروح في سبرنت بيحاول يعمل سيبريشن، ولكن بيفايك ان هو رايح على الكتف الشمال رايح على الكتف اليمين، علشان ده بيتعلم شويه. هنا التاكس اوف سكرين، هنا التاكس اوف سكرين فيري باد ديفنس، والكوميونيكيشن وحش. جود جود فيري جود. ده اللي تشينج انجل، تشينج سكرين انجل اتس فيري امبورتنت اجينست الهارد ايدج. نيجي في الحل الرابع، وانا ده بفضله جدا جدا على خلي بالك الباب اوت اللي احنا قلناه، اللي تشينج ده سكرين انجل تاني واحد، دول بيستخدموا في الدبل والهارد هيتش، يعني نقدر نستخدمهم هنا ونقدر نستخدمهم هنا، ممكن نشوفهم بسرعه على الدبل. في الريسك سكرين، يعني دايما بيحصل ايه في الهارد هيتش، بيحصل فايتنج. تقريبا ما فيش فيديو في كده، ما فيش فيديو. فمثلا لو فرضنا ان احنا سي بنلعب هورن مثلا، سي ذيس 1 ذيس 2 3 4 جيت هورن 4 فينس ريد، ماشي فينس ريد فينس 2 2 3 3. ان انا دايما بمسك مين لوحده، اي لايك ذيس فور ترانزيشن، الا في الديد بول واحد بيمسك واحد، انما اتقصد ذيس سي. هنا الراجل ده بيروح هنا يعمل حاجه اسمها زي تويست كده، يعني بياخد
سكرين من فور، ياخد سكرين من فور، اوكي، كورة في الواحد، ففور بيعمل هارد ايدج، اكيد خمسة بيعمل سبورت، فده بيروح ايه؟ بيروح ماشي. واحد بيبقى يسيب كيب ذا بول لايف، وبعدين يجي ياخد تاني سكرين من خمسة، يبقى في سيبريشن، واخد بالك؟ ده يعني تو سكرين، وانا بسميه تويست سكرين. وممكن بنعمله في ري سكرين زي ما انا كاتب، انك انت سيل سكرين من خمسه، اوكي، هاي سكرين احمر برنس سكرين، اوكي، ده عمل هارد ايج، الراجل ده راح، وده عدى من فوق السكرين، وده جري ياخده، فده بيعمل ري سكرين تاني، ري سكرين تاني، فبيبقى برضه بيخلق سيبريشن عالي، فهنا بياخد الشوط. فده من الحلول الكويسه، بس انا اسف مش عامل لها فيديو. هنيجي للحل الثالث الرابع دلوقتي، يوز الران سكرين. ران سكرين، ران سكرين هو عباره عن انك انت بتعمل سكرينه جارد، في جارد بيعمل سكرينه بيك زي ما شايف كده، علشان يخلق جود سيبريشن. بس هو الولد ده عشان بيتعلم، فراح عمل تشينج انجل، ما فهمش الدريل. لوك ده بيعمل، لا يمكن ده تشينج سكرين انجل، الفيديو ده مش بتاع ده. اوكي، نو بروبلم. هي الفكره هنا نقسمها، الفكره ان الكوره في ايد واحد، كويس، وسي انت عايز تاخد شوطه لواحد، واحد ماسك واحد اصفر، اوكي، هير 2 هير 5 بريد ذا كورت. من ضمن الحاجات اللي انا ما قلتهاش، من ضمن الكونسيبت المهمه جدا جدا جدا، ان انت كل سكرين الاون بول سكرين علشان ينجح لازم يبقى في سبريد كورت، لازم يعني ما ينفعش الراجل ده يبقى هنا، ما ينفعش الراجل ده يبقى هنا كده، ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يبقى الكورت في فيري جود سبيس، في بالك؟ يعني النهارده سين مثلا نعمل رام سكرين، فالرام سكرين النمره اثنين هيعط، هيجيب ده داون سكرين، تمام؟ فهيطلع خمسه، هيطلع خمسه، تمام؟ خمسه هيجي من وراه في سيبريشن، تمام؟ على طول لازم الكورت يبقى عامل كده، الكورت لازم يبقى مفتوح او يبقى اوبن، نسيب هنا ذيس از تو مانز بلاي، هنا السبريد ده من ضمن حاجات تنجح جدا جدا جدا. فده اذا ما كنتش انت تمرن عليه من بدايه فترات الاعداد، هتلاقي السبيسنج عندك وحش، لان المفروض انا لما اجي اتكلم على الاوفنس لازم اقول لك ان الاوفنس سبيسنج اند تايمينج، الاوفنس سبيسنج اند تايمينج، سو يو هاف تو work hard about this role spacing and timing. فده حل مهم جدا، قلنا الفلير سكرين انت بتعطل الخمسايه علشان تخلق سيبريشن كبير. الحاجه اللي بعد كده، الحل الخامس، وده حل موجود في شفناه كتير هنا حتى في الفيديوهات، سليبنج سكرين. مفيش كلام ان انت مهم جدا بيو التوريد، او ما بص من فوق كتفك كده تلاقي الراجل معديك، او بدات تشوف ان هو هيعمل هارد هيتش او هيعمل دبل، بص شافه راح. سليبنج سكرين از فيري فيري امبورتنت تو اتاك الهارد هيتش والدبل. فيري جود. اتاخر السليبنج سكرين از فيري امبورتنت هنا على الدبل برضه، لو تلاحظ هنا، هنا ده اكسلنت اكسلنت، لو عدناها دي، لو عدنا الاخيره دي، انا لوك شورت رول الكسر، بس لازم يبقى ده فيري امبورتنت رولز عن البيج جايز، ولازم البيج جايز برضو نفس الكلام، عندك بيج جايز جريت، عندك بيج جايز سوري، يعني مش عايز اقول، يعني مش بيفهم، بيج برو هياخد الكره دي هيقعد يتهته بيها،
لازم هو بياخد الكوره بس من فوق الانسايد شولدر، فشايف اكبر قدر ممكن من الملعب. بلس ان انا بقول دايما ان في حته الهاي بوست دي والشورت رول وي الباك سبين از فيري امبورتنت، ان انت لما تلف الورق لما بتلف تعمل باك سبين بتشوف الملعب اكتر بكتير ما بتعمل فرونت سبين او فرونت بيفتنج. في حل سادس طبعا ده اولويز قلنا احنا ذا بيست او ذا امبورتنت توب، ذا توب امبورتنت باس او اهم باصتين في الباسكت بول هم البوكيت و السكيب. هنا من الحلول الكويسه في الدرجه الاخيره دي مهم جدا انك انت في الهارد هيت الراجل ده لازم يعمل ستريتش، كان المفروض يجي اكتر ستريتش الكورت هنا هيفتح هنا علشان يدخل الباص. لاحظ حاجه عايدها تاني، دي دايما في الهارد هيتش الكاتنج بيبقى في الغالب دايجنال. بص ده رايح دايجنال ازاي؟ راح في اتجاه الكوره دايجنال، يعني في الاول بيعمل هارد هيتش والدبل بيعمل دبل اكتر بيعمل شورت رول بيروح دايجنال، في الهارد هيتش بيروح دايجنال على طول. هنا انستيد ان هو يبص اهو هو الراجل ده عمل له ستريتشنج هنا كده بين له نفسه اكتر وهو اللي بص، ودي برضه من الحلول المهمه جدا تو دايجنال ديب رول تبقى على طول مش مفصول هنا فيري جود فيري جود. بيفور ان البيج يحس كده. ما احنا خلصنا ال هارد ايج ودي الحاجه الرابعه. هيبقى فاضل لنا الدبل او التراب. مش كلام ان يعني الهارد ايج والدبل مشتركين في حاجات كتير جدا، ف انا يمكن اختصر شويه دبل يمكن اكون طولت عليكم يا رب بس ما بقاش زهقتكم يعني. نفس الكلام في الدبل سكرين اند بوب هتلاقيه موجود في الهارد ايج وليه فيديوهات عند حضراتكم سيب الفيديوهات. نمرة اتنين الريتريتر مهم جدا جدا جدا، ده كونسيبت مهم جدا. مش كل اللعيبه يقدر يعمل كده، مش كل اللعيبه يعني. انا مثلا عندنا في الاجانب هنا في مصر ولتر ووج حاجه استاذ في ان هو يعني ان هو يضرب الدبل، عنده دريبل فيري سترونج. خلي بالك انا من ضمن الحاجات اللي ما قلتهاش بالنسبه للجارد، يو هاف تو دريبل سترونج بات نوت فول سبيد، يو هاف تو كنترول سبيد وين يو يوز الاون بول سكرين. معلش انا اول مره اعمل حاجه اونلاين ففي حاجات سهله يعني. فده ده كونسيبت مهم جدا او رولز مهمه جدا. في لعيب تلاقيه هاري جدا وهو بياخد سكرين بول كده ما بياخدش جود ديزيشن. في لعيب ما بيعرفش يعمل ستيت دريبل ما بيعرفش ياخد جود ديزيشن، دي اللعيبه اللي انت تروح مجنبها انت لا وقف استنى شوطك وقف السبوت بريبير تو شوت ذا بول كاتنج اور سيرش فور something to do for your screen, something to do for your teammate. فهنا بيرجع اللعيب ده الحل الاولاني سوري في التراب اللي انا بفضله جدا ان اللعيب بيقرا التراب وانت اصلا عامل بريبيرنج لنفسك ان سي فرقه الاتحاد بتعمل دبل تيم على السكرين بول او تراب فانت بتعمل ريتريت دريبل 2 اور 1 imbalance don't give your back for the double don't be out of balance don't hurry okay وبتروح مدخل الكرة في البوكيت للبيج مان في الشورت. هنا كمان من ضمن الرولز مهمة جدا انا بفضل جدا جدا ان الشورت رول على الدبل. انت عارف الفرق دي طيب انت لازم تلف باك سبين تلف باك بيفوت بحيث ان انت ما تفقدش الكرة خالص ان الراجل مانك زميلك التيم ميت الجارد عليه دبل فعليه بريشر زياده عليه ارم فور ارمز اوكي فانت لازم ما تفقدش الكوره نهائيا تبقى مجهز نفسك لل
الريسيفنج كذلك. انا برضو من ضمن الحاجات اللي ما قلتهاش بالنسبه للبيج مان، اللي هو في الرولينج لازم يبقى مجهز التنجر تنف فينجر رولز تو ريسيف ذا بول، ان هو قاعد لتحت، ان هو عامل لنفسه روم، ان هو ميت ذا بول. مش اي لعيب بيقدر يستلم الكوره اندر بريشر او في وسط زحمه في وسط كولابس، لازم البيج يكون يعرف يستلم الكلام ده. عشان كده بقول لك انا وانت بتتمرن لازم يبقى الديفنس فيري هارد علشان الاوفنس يحصل له امبروفمنت. عايز الفيديو بتاع الدرابات، فين درابات ماشي، ريتريت دريبل او الفيديو اهو. زي ما قلنا رجع ابراهيم دلوقتي شوت بول فيري اوكي فيري جود فيري جود. ده عشان اللعيب ده مش شوتر، لكن هو دور على ان هو يسرق جميل الضغط هنا كويس. كانش عمل هيل بقى شوت رول، فالراجل اللي في اللو يسبب ده وصل ديب شوية. أنا ما بفضلش الديب أوي ده، لأن هو لو في جود ديفنس كان ممكن يحصل هنا ستيل. دايما في الدبل يبقى في شوية رول. فده الحل الأولاني. الحل الثاني انك اتاكس سلور اون، ما فيش فيديو، لكن الموضوع سهل انك انت ادي الكوره مع واحد ماسك واحد خمسه جاله سكرين اصفر ديفنس اوكي. فالملعب سي ستريتش الكورت اوكي، الراجل رجع بالدريبل الدبل جي الدبل جي ده عمل شورت رول، ما كانش فيه يقدر ان هو يعمل الباص للشورت رول ولا للستريتش بلاير، فهو بيعمل اتاكينج للسلور وان. ده السلور وان دايما يبقى الخمسيه اكيد ابطا ابطا منه، وبعدين بيقدر يعمل بقى كيك، بيقدر يعمل ياخد جود ديسيجن. نوعا ما تريد دريبل دايما في لما بتعمل ريتريت دريبل الدبل بيكم سمولر. انت لو انت واقف قدام حيطه فبتبقى الحيطه صعبه جدا، انت مش شايف حاجه. لما بترجع كل ما بترجع لورا كل ما اللي قدامك اللي حاجز رؤيتك بيصغر. فالتو ريتريت دريبل دول امبالانس بيدوا لك حلول كتيره جدا. هنيجي يعني بعد كده السليبنج سكرين، شفنا كتير في الفيديوهات دي على ده معمول على الدبل. نفس الكلام ده مش الدبل ده اللعيب بيعمل السليبنج سكرين بتاعته. فيري جود عمل سليب. لا بس الرولز بتاع سليب سكرين انك انت لازم البيج، ودي من ضمن مهارات البيج، ان هو لازم يبص من فوق كتفه، لازم يبص من فوق كتفه، لازم يلمح مش يلف كتفه، مش يلف دماغه. هو بيلمح، هو اولا في الاستاتستيك عارف ان الناس دي بتلعب دبل، فانت عامل عليها بريبير بلس يو هاف تو ريل ان ممكن يبقى في تايم اوت الناس غيروا الديفنس، فانت لازم تروح دايما وانت بتعمل سكرين لازم ريد يور مان. اول لما تشوفه من فوق كده ان هو فوق كتفك هو رايح شفته خلاص، يبقى هو مش كونتين، هو رايح يعمل هارد ايجي او دبل، فانت بتروح رايح على بتعمل سليبنج ما بتكملش السكرين. في بعد كده الحل اللي بعد كده احنا
تشينج سكرين انجل اكيد، يعني انت النهارده يعني نفس الكلام اهو، ادي الواحد وادي مانو وادي خمسه ومانو، تمام؟ اوكي، فانت بدل ما بتروح كده خمسه اوفنس شيء جاي من هنا، بدل ما بتروح كده فالمان رايح كده، فانت بتروح رايح فين؟ سوري، فانت بتروح رايح، مانك رايح هنا اهو، فانت تروح رايح هنا، فاصبح الدبل، ما فيش دبل، الناس دي الراجل ده جه هنا. فتشينج سكرين انجل از فيري امبورتنت، بس يا ريت يبقى بفيري جود سيبريشن، لازم تكون كريس سيبريشن يبقى بعد سكرين. خلي بالك برضو الرام سكرين بيعطل الدبل، لو عطلت الخمسايه او عطلت الاربعه اللي بتعمل الدبل درام سكرين، انت حليت الدبل الى حد كبير. اكيد ان انت يعني في قاعده بتقول لك اف زرار الدبل على طول كده ايكوال لك تساوي بصق ولا حد، فمهم جدا ان انت جاي عليك الدبل، واحد في ايده الكوره، اوكي، واحد ماسكه، اوكي، هنا انت جاي عليك الدبل، سي الدبل اصفر، تمام، فانت رايح هنا، الراجل ده عمل لك استريتش للكوره، بوم بوم بوم، اوكي، واو، وبين بوم 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 بوم. اذا قبل ما يكسبك انت قريت لاي او بوم، في هنا سبورت، يبقى في هنا سبورت، يبقى السكيب زي ما قلنا دور تاكس زي ما قلنا دور اتس فيري امبورتنت، فيري امبورتنت تو بوست تو باس اقول ايه، ما في دبل سي اكبر من ايدك، في لعيبه كتير قوي يعني بترغي فبينجح الدبل ويضطر يديله ظهره ويضطر كذا كذا، فانت مش محتاج ترغي بالدريبل قد ما تبص بول هيد وتبص بول في الشورت هول، اوكي، او ابص بول فور ذا سليبنج. اولسو اللعيب البيهايند از فيري امبورتنت، يعني لو انا رايح هنا، لو انا رايح هنا والدبل احمر اوفنس جرين دبل الدنيا عامله كده، تمام، فده شورت رول، ايه، اربعه سي فينس، ايه لو الاتجاه كده، فدايما الراجل ده بيحصل ايه كذا، ده اللي هياخد ميبي الاتجاه كده، فبقى ده الويك سايد، فانت بتروح لافف بسرعه قوي مع الاستريتش ده بيخلص الدبل مع قاتنج في الويك سايد، بس تلاقي الكبير اوبن شوت او ده بياخد اوبن شوت، فبص لازم يسيب الكرة من ايده، بتعمل عليه الدبل يسيب الكرة من ايده، مش كون ان هو سكولر او فهو يصير ايه. هديك الحاجة الأخيرة اللي هو الجوست سكرين. الجوست سكرين انت طبعا ممكن تستخدمه برضه نفس الكلام لو انت عندك بيج جاي شوتر، لو انت عندك بيج جاي شوتر ده معمول على الاربعات، انما بنفس الفكره، نفس الفكره انك انت الكره في ايد واحد ورايح على السترونج هاند، ماشي كلها، وادي خمسه بيعملوا سكرينه، وده مش عارف هيعمل الدبل، تمام، فانت ستريتش كورت ماشي، وانا رايح هنا قبل ما اوصل هنا انا شفت ده فوق، او انا بفايق ان انا رايح اعمل سكرين، اوكي، بفايق ان انا رايح اعمل سكرين وبروح فاتح بره، فببقى الواحد بيقدر يودي إيه هنا اني كاتنج من الويك سايد، بيعمل سبريت، بيعمل هنا اوبن شوت لواحد فيه كاتنج من الويك سايد، زي أربعة 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 قط تو هير ده تاني maybe what is here this guy cut
team cut like this, or basketball cut. This is help, this is open. واخد بالك؟ أو ده ساعد يبقى هو ده يبقى ده الأوبن. فمن خلال البوست سكرين ده برضه ممكن يوزد افكتفلي اجينست دبل. تاني انا بقول يعني انك انت بتدي حلول كتير لفريقك خلال فتره الاعداد من خلال اللي انت مبرمجه وبتدي له عدد ساعات معين. بتقدر تعمل سيلكت ان فرقتك بتجيد ايه او عندك لعيبه امكانياتها ايه. زي مثلا انت ما عندكش خمسه شوين، فانت مش هتعمل في الكونتين باب اوت، مش هتعمل في الدبل باب اوت، دي حاجه مكنسله خالص من عندك. فانت مش استحاله تستخدم الخمس ست حاجات اللي انا مديها لك في كل حاجه او اللي انا اتكلمت فيها في كل حاجه. انما انت هتركز في فرقتك بتجيده و يناسبها. اكيد انت لما بتشتغل الكلام ده وبعدين بتيجي بتشتغل بليز في اون بول سكرين، بتقدر تهاجم على كل انواع الديفنس. بنفس فكره المحاضره دي انا عامل يعني نفس الكلام ده في مجموعه تمرينات ومجموعه رولز في التريبل درايف. مجموعه تمرينات ومجموعه رولز بتحققها بدريلز تعمل لك الفيدنج انسايد. لازم عندك الرولز، يعني لما الكره بتتباص جوه بيحصل ايه؟ الاربعه التانيين يتحركوا ازاي؟ دي حاجه مهمه جدا بتعلي لك الاوفنس. فانت لما تكون بتشتغل مثلا لعبه فيها اوف بول سكرين ففيها كروس او دايجنال سكرين للبيج واخدها، لازم الاربعه التانيين يشتغلوا حاجه منظمه. واخد بالك؟ نفس الكلام الحلول في الهاند اوف، في خمس ست حلول في الهاند اوف لازم اللعيبه تبقى بتتمرن عليها وعارفاها. فانت بتبرمج كل الكلام ده، لما بتيجي بتحط بقى البلاي بوك بتاعك اللي هو بيناسب اللاعب ده اللي انت اخترته من البلاي بوك بتاعك، فانت سي عندك من 8 12 4 اللي انت عايزه ده انت بنيه. فيقوم لما تلاقي السيت بلاي ده او الويك هيتر ده في مش عارف باك سكرين في هاند اوف، فاللعيب هياخد الاوبشن بتاعه هو متمرن، هو عامل له بريك داون قبل كده، هو بنيه قبل كده، هو في بينه وبين زمايله تيم سكيلز بيعملوها مع بعض. لو حصل ديفنس كذا هنعمل كذا، لو حصل ديفنس كذا هنعمل كذا، فيقوم الاوفنس بتاعك يحصل يبقى ايجابي. انما ان انت النهارده تدي احسن اوفنس في الدنيا بس انت مش بني، ما بيجيبش الايجابيه الكافيه. الحقيقه انا سعيد بيكم جدا وارجو ان ما اكونش طولت عليكم، ومعلش الموضوع طويل وكان يحتاج ملعب اكتر من اونلاين، فانا حاولت يعني ان اجمع يعني شويه فيديوهات كده. ارجو ان انا اكون توفقت وما ضايقتكوش وشديت تقيل عليكم. أشكركم جدا جدا جدا، وأشكر تاني الاتحاد العربي إنه وديني فرصة إن ألتقي بكم. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.